قالوا على الاخر نحبك كي مثلا كتحب انت صغيرك، خلي باش صغيرك ما تخسروش. ننصح الوالدين يسيسوا اولادهم ياخذوا لهم كي بعقليتهم يفهموهم قبل الضرب، لانه الطفل كان ما يلقاش حنيه ومعامله سليمه مع الام والاب. تلميذ طفل ما نجمش يعمل حتى شيء، الام والبو هما المسقط. انا كنت ما نعرف حتى شيء، بديت من الدومين نتاعي نقلد نقري نلعب نعمل ديسان نرسم. انا ريحام عرعوري، ربحت الجائزه ذي من شهر محمد الخامس تمثيل وتقديم نشاطات ثقافيه للاطفال، ونحب وننصح الناس الكل يقعدوا في بلادهم، خاطر والله بالحق في برشا عبيد خرجوا حرقوا البرا والحق راهي خابه. ننصحك الناس الكل خلوا في بلادنا، الدوله ترجعنا بلادنا كيف ما كانت، ونشكركم انتوما ونسلم على بابا وامي وخويا. برافو، قداش عمرك انت؟ قداش سنة؟ ما شاء الله عليك قراية انت. ايه. ومن سمعت بالحرقه من التلفزه؟ والله نتفرج في التلفزه، وكان فهم برشا عبيد يحبوا يحرقوا على الخدمه. الشباب التونسي، الشباب التونسي فهم خدم، فما اللي يحب يمشي هكا يمشي ياخذ يتسلف فلوس، يمشي للسوبر مارشي يمشي يتسلف، يمشي يشتري خضره يمشي يبيع، هكا كانت البلاد تتحسن. وتو تحصلنا برشا، رئيس الدوله تحصلنا برشا حاجات، وان شاء الله تونس خير وكل شيء. هكا تبع في الوضع السياسي في تونس وقمت صغيره؟ اي نتبع. الثقافة بهي علمية وكل شيء، ندخل نعمل غشيخ ونعمل برشا حاجات ثقافة وتعليم، ونعمل ساعات نعمل دونس نغني نترينا، نعمل ندي مسرح تعويض الأدوار كلماتنا كنلحن شعر، نعمل برشا حاجات. وأعطوني جايزة ذي من شهر محمد الخامس، عملت معهم تنشيط ثقافي للأطفال اللي غسل الأيدي، اليوم الرسمي اللي غسل الأيدي معهم نهارين، وغدوة عم نهار الجمعة عن تثقيف آخر اختمام غسل اليدي الوطني التونسي. أنا منشوش سمي اسمها، عملنا ثقافة للأطفال باش نعلموا الأطفال، مزيدة باش نعاونوا المواطن اللي باغون باش يتعلموا، مزيدة يعلموا صغارهم حاجة ثقافية، وباش الصغار يتعلموا والكبار زيدا يخلوا المادة نتاعهم كالشهرية الجيجي. الضريبة غالية برشا في مستوى تونس، سوا 100% عباد تجيهم فاتورة برشا حاجات. أكاها شو اسمك انت؟ ما شاء الله يا ريحام، منين تعلمت هذا الكل؟ لوا نترجم الاخبار ونتعلم. شنو تحب تطلع انت؟ والله نحب نطلع طبيبه نفسانيه للاطفال. وعلاش اخترت المهنه هذه بالذات؟ على خاطر فما صغار معناها نقولوا نحنا اكل والديهم كيبدو صعب عليهم برشا، وهما يبدو يقول لك يبدا يقعد وحده في بيت حاصل روحي، ولا ذاك اسم علم هو نفسيين تعب، لازم معناها اختناق نفسي اختناق عقلي، لازم حاجه نتاعو نحنا لازمنا نطوروا له، لازم ناخذوا بهويه. نحكي انا وياه مش نعملوا ابتداج، انا وولدي انا وبنتي، وتفهم انت عليه هو ولدك هكاك هكاك، باش ولدك يولي يحبك وانت تنجم هو يحكي لك حاجه وانت تحكي له حاجه، هكا ولهكا ولدك ينجم. شنو تنصح الوالدين باش كيفاش يعاملوا صغيراتهم؟ ننصح الوالدين يسيسوا اولادهم ياخذوا لهم كي بعقليتهم يفهموهم قبل الضرب قبل الصياح قبل العياط. فما لي بارون يجوا من الخدمه تغشش يبدوا يعيطوا على اولادهم يبدوا يضربوا، لا ولدك علمه قول اقعد امشي ساعه، امشي حتى 5 كيلومتر بالكهرباء، امشي للبحر امشي للجبال صيح ومن بعد روح. قالوا على الاخر نحبك كي مثلا كتحب انت صغيرك، خلي باش صغيرك ما تخسروش، خلي صغيرك معاك معناه على مستوى درجه، معناه باش صغيرك يفهمك وانت تفهم صغيرك شنو في مخه شنو في قلبه وانت شنو في مخك ويفهم. الصغير تو ولا يعرف كل شيء، الاطفال ولد الاطفال اكثر من لي بارون يعرفوا برشا حاجات، يعرفوا برشا حاجات على خاطر لي بارون ساعات ما يعرفوا حتى شيء، الصغار يعرفوا. انا كنت ما نعرف حتى شيء، بديت من الدومين نتاعي نقلد نقري نلعب نعمل ديسان نرسم،
برشا برشا حاجات، نعمل تمثيل، نعمل برشا حاجات. شنو هو الحاجات اللي قلت لي معناها الصغير يعرفهم ويتعلمهم؟ والله هو الصغير كي يعرفهم معناها كلي مثلا يشوف مثلا تقليد تلفزي يمشي للدار يقعد في البيت كي يرسم حاجه يقدم يقول هاي وهاي كذا كذا، معناها بده يحكي هو يتخيل. أبخبو صغير هو نفسيته تفرح كي يبدا معاه عبد يعاون فيه، يفرح يقول ماما عاونتني، يوصل المعنى المعهد نتاعو اكثر يقول ماما بابا عاونوني. معناها الصغار اليوم محتاجين للدعم من الام والبو وانهم يعطيهم الثقه بالنفس باش وهو الطفل لازمه حنيه ولازمه تعاون ولازم برشا حاجات التلميذ، لانه الطفل كان ما يلقاش حنيه ومعامله سليمه مع الام والاب التلميذ الطفل ما نجمش يعمل حتى شيء. الام والبو هما المسقط، هما اللي باش يساعدوه في الحياه، هما اللي باش يوصلوه هو نفو اكثر. وانا نقول برشا حاجات ديما نقول الا من برضاء الله الا بالوالدين احسانا. اما الوالدين زاد يراعوا ظروفهم، يجي متغشش من القرايه ماما راني اليوم عملت حاجه خايبه كي ما يسالش، انا مش نحكي يتشاجر هو واصحابه، انا نعاونه نمشي انا للمديره مش انا نعاقب. فما حاجه بالحق هذه ديما تقعد ديما فما باغو يقول لك انت لازمك تجي الاول، ودك يقول لك يا بابا ما نجمش يا بابا نجيب معدل. دخل الام نقول للاولياء الكل للرجال ما عادش سكتوا النساء، النساء هما خير منكم، هما تحيات للرجال ويعرفوا. ام الام هي مسقط للطفل، هي الام حياه، هي تفهم، هي اساس الدار، هي اساس البيت. لازم البو يخليها يتناقشوا مع بعضهم باش صغيرهم يفهم هذا كمان باش نقول. وصغيرك من المرحله هذيك هو اللي صغيرك باش ملي ما شاء الله.